مشاهدينا ننتقل لفقرتنا الطبية الأخيرة لليوم. أكيد وصلنا لفقرتنا الأخيرة لليوم، ورح نحكي بطب الأسنان وخاصة اللثة. كثير بنسمع عن الابتسامة اللثوية، وهي مشكلة شائعة كثير بين الناس، وتعد من المؤثرات القوية في حرمان صاحبة من الابتسامة برياحته أو بالشكل اللي هو بحب، حيث أنه تكشف جزء كثير كبير من اللثة عند التحدث أو عند الضحك. فهل من علاج لهذه الحالة؟ فهل من يمكن حلول تانية نقدر نحن نلجأ لها؟ رح نحكي أكثر بهذا الموضوع مع الدكتور حيدر يوسف، اختصاص طب أسنان جراحة وجفكين. صباح الخير دكتور. اهلا وسهلا أهلا فيكم، صباح وسهلا، الخير لكم وجميع المشاهدين. يسعد صباحك اهلا دكتور. وسهلا. بالبداية الكل بيحلم يحصل على الابتسامة الأجمل والأفضل. خلينا نحكي عن العوامل المؤثرة بالابتسامة، يعني كثير في عوامل ممكن تأثر على ابتسامتك، إلى علاقة فينا نقول باللثة أو الشفايف أو الوجه. هلا بالبداية العوامل المؤثرة على شكل الابتسامة هي عديدة، لهيك خلينا نتفق على شغلتين أساسيات يلي هن نفصلن عن بعض، عوامل خارج فموية وعوامل داخل فموية. نروح باتجاه العوامل الخارج الفموية، أول ما تضرب عيوننا فورا باتجاه الشفاه، علاقة الشفاه الشفة العلوية مع الشفة السفلية مع بعض، كيف نسبتهم في بروز ولا لا. بنروح بشكل أخص باتجاه الشفة العلوية، الشفة العلوية هل ترى هي ممتلئة أو غير ممتلئة، مدعومة من الداخل بعظم الفك العلوي أو لا، أو بالأسنان كمان فينا ندعمها الشفة العلوية، طول هي الشفة هل ترى هي قصيرة أو طويلة. بالإضافة للعامل الأهم والأهم كثير كمان، إنه على العضلات المؤثرة على الشفة العلوية، بحيث نحن عم ترفع لنا إياها كثير ولا عم تشدها باتجاه العرضي أو باتجاه الطولي أكثر، هي باتجاه الخارج الفموي. بنروح للمنطقة باتجاه داخل الفم، أكيد العنصر الأساسي اللي هو السن، توضعه بشكل محورين باتجاه العرضي الأفقي، يا هل ترى علاقة الأسنان الفك العلوي مع السفلي كمان نفس الشيء، علاقة اللثة، علاقة اللسان، نحن كثير مننا بيجهل اللسان بيفكر هو إنه ما له علاقة بالابتسامة، ولا إلا هو عنصر أساسي داخل الفم بيشارك بالابتسامة، بيشارك بإعطاء هي الروح. هالعوامل الخارجية التناغم بيناتها الهارموني بيعطينا كثير نوع من الابتسامة، على الرغم مثلا بيجينا مريض إنه دكتور بدي نفس هاي الابتسامة، بروح أنا بحاول أكيد المخبري نفسه والطبيب نفسه والتحضير واحد والأسس المعيارية واحدة، لهيك بنشوف في تباين بين الابتسامات مع أنه كل الشغل نفسه، بنشوف ابتسامة جذابة أكثر من ابتسامة تانية. في يعني لحتى نعمل ابتسامة مشابهة تماما 100% لازم تكون كل العوامل هي مجتمعة مع بعضها نفسها هون، ولهيك نحن ما فينا نحصل على ابتسامات متشابهة دائما. نعم دكتور، شو يعني ابتسامة لثوية؟ شو يعني لما بتضحك اللثة كلها بتبين بشكل بشع؟ ليه؟ ليه في طيب. أشخاص هيك وفي أشخاص هيك؟ تماما. هلا نحن لنفترض تعريف الابتسامة اللثوية بالمفهوم العام والبسيط جدا، فينا ناخده من شكوى المريض كيف بيجي لعنا على العيادة، أو من ملاحظة أهله للمريض عليه، هو ظهور زائد للثة أثناء التحدث أو أثناء الابتسامة. بنلاحظ هو مثلا عنا نحن ظهور للثة لازم يكون 1 ل 2 ميلي، نحن بهي الحالة بتظهر عنا بشكل كتير كبير. الابتسامة اللثوية هي أمر شائع، ليس محصور بفئة معينة أو عمر معين، هي أكيد بتبين عنا بالأعمار الكبيرة، لأنه بنصير نلاحظ بيكتمل النمو، بيصير نهتم بتفاصيل معينة فينا نتداخل عليها، لهيك نحن بنكتشفها نحن وكبار، ولإلا هي مشكلة شائعة بين المجتمعات كلياتها، إن كان باختلاف القارات، الأجناس، الأعمار، كلياتها موجودة هي الابتسامة. أسباب عديدة، قد تكون مشكلة هي نتيجة تناول دواء، هل ترى ممكن يأثر تناول دواء معين، أدوية عصبية بيوصفها دكتور أو أدوية ضغط محتمل، بتعمل لنا تضخم للثة، فبيعطينا مظهر متضخم للثة، بيعطينا شكل لثوي، هو بالأصل ما كان موجود فيما مرحلة ما قبل تناول الدواء، لهيك نحن مثلا فينا نتواصل مع الطبيب اللي عم يعطي الدواء للمريض، ومنشوف إذا فينا نخفض الجرعة أو نغير الدواء. بالإضافة لسبب تاني هو بعيد عن اللثة، بعيد عن الأسنان، اللي هو عظم الفك العلوي. عظم الفك العلوي بحد ذاته هو
هو في مرحلة نمو مثل أي عظم، في مرحلة معينة رح ينمى بشكل زائد محتمل خلل معين، رح يعطينا بروز زائد لإلها، ولإلا يمكن هي نسبة اللثة طبيعية والأسناء وطول السن طبيعي ومحور السن، كل العوامل حتى المريض صاحب عناية فموية كبيرة مع ذلك في عنا ابتسامة لثوية، بالإضافة لعامل ثالث اللي هو الفعالية العضلية للشفة العلوية. نحن بنلاحظ ابتسامة لثوية بالشفة بالفك العلوي أكثر لأنه هو الأكبر مساحة من ناحية الظهور بالوجه، هو الأكثر بروزا كمان بالوجه. نحن بنلاحظ بالفك العلوي لما بنضحك فعالية عضلية كبيرة، بحيث في عنا شفة العضلات بتتفاعل بشكل كتير كبير، ترفع الشفة العلوية إلى الأعلى جدا جدا، وهيك نحن بنلاحظ أنه عنا ابتسامة لثوية. نعم دكتور، خلينا لكن يعني نحكي، حكينا عن المشاكل، شو هي الحلول؟ يعني بعمر صغير بنلاقي حل، بعمر متوسط بنلاقي حل، ولكن بأعمار كبيرة يمكن الحلول بتصير صعبة شوي وعنيدة. تماما. هلا نحن بالاعمار الصغيره اذا اكتشفنا هالمشكله، ان كان هي تضخم لثوي، الابتسامه اللثويه ناتجه عن تضخم لثوي، فنحن هون علينا بالعنايه الفمويه وتعليمات العنايه او الدواء نعدله، مثل ما ذكرت من شوي انه نحن في عنا دواء عم يسبب لنا هالمشكله، نشيل العامل المسبب. في عنا شيء اضافي اللي هو تقويم الاسنان، محتمل طبيب التقويم يتداخل مرحله معينه يعطينا المظهر، في عنا نكبح نمو فك معين، نوقف نمو، نزيد نمو، نساعد على نمو فك بمرحلة معينة، وقتها هون نحن فينا نعطي حل. بالأعمار الكبيرة في عنا حلول عديدة، منها الجراحة، من الحل الجراحي اللي العالم يمكن تخوف منه مع أنه هو جدا بسيط وبيصير بالعيادة، بنحكي بتفاصيله أكثر، وحل محافظ يلي هو إذا كان مشكلة نعم. بالشفاء أكيد تطور الطب طبعاً. بدنا نتشكرك دكتور، وأكيد بنتمنى الصحة والسلامة لكل الناس.